أخواننا الكرام، موضوع الدرس اليوم له خصوصية كبيرة، الفتن في آخر الزمان. الفتن في آخر الزمان، هناك أحاديث كثيرة جداً، اخترت منها بعض هذه الأحاديث. الحديث الأول في كتاب جامع الأصول من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في باب الفتن. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. أولاً، قال تعالى يبين أن النبي الكريم على علو قدره وعلى أنه سيد الأنبياء والمرسلين، قل لا أعلم الغيب. الحقيقة دقيقة جداً، سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم على علو مقامه، وهو الإنسان الأول والنبي الأول والرسول الأول، قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إلا أن الله عز وجل بتعبير معاصر سرب له بعض أشراط الساعة. فهذا الذي يقوله النبي ليس من عنده ولا من رؤيته ولا من اجتهاده، وحي يوحى. لذلك أول شيء، أول حديث: ويل للعرب من شر قد اقترب. علم الغيب بيد الله وحده، سمح لنا أن نطلع على ما سيكون قبل أن يكون، لكرامة الإنسان عند الله. يقول عليه الصلاة والسلام: دخل على زوجته زينب فزعاً يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا 8 مليارات إنسان بالعالم غارقون في الملذات والشهوات والبعد عن الله عز وجل، والمؤمنون قلة قليلة. نعم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يعني الصالحون القلة لا يمنعون تأديب الله للكثرة الكثيرة. إذا أب عنده 5 أولاد، واحد مستقيم، ولي، طاهر، صائم، مصلي، له أعمال صالحة، هذا الابن البار بيمنع الأب يعالج إخواته المتفلتين؟ اسمه رب، رب يعني مربي. يعني صور أنه كلمة دقيقة، طفل بثمان سنوات قال لأبوه: لا أحب الدراسة. قال له: كما تحب يا أبي، مثل ما بدك. قعد بالبيت، لا في وظائف ولا في أستاذ ولا في تأديب ولا في استيقاظ باكراً، كله انتهى. شاف حاله هالطفل أسعد طفل بالأرض، خلاص ما عنده شيء. بفيق 10، بياكل أكل على مزاجه، بيقعد مع رفقاته بيلعبوا. لما كبر، لا بيت ولا سيارة ولا زوجة ولا مكانة، احترق قلبه. يعني كأنه قال لأبوه: لما قلت لك بدي ما أدرس، ليش ما ضربتني؟ ليش ما عنفتني؟ اسمع بقى الآية: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هون الرسول المصيبة،
المعنى السياقي الحتمي، الرسول المصيبة، أخذ بالرياضيات صفر، أم أبوه عاقبه عقاب شديد لحتى نجح. لما صار مهندس كبير، لو أبي ما أدبني بالشباب كنت الآن مثل الناس بلا عمل. واضحة؟ والله الذي لا إله إلا هو، إذا ساق الله عز وجل لأحدنا، نحن كلياتنا يعني نخضع للمعالجة الإلهية، إذا كشف لنا الله عز وجل حكمة ما جاءنا من سلبيات الحياة، سلبيات الحياة هي سبب النجاح. لما قال له بدي ما أدرس أم عاقبه، لما صار طبيب سيارته على الباب مثلا يعني، ودخله كبير وعنده بيت على البحر وبيت على الجبل وبيت بالمعاصمة وله مكانة ودكتور، ودكتور لو ما أكل قتلة من أبوه بزمان ما كان صار دكتور. هي نقطة دقيقة جدا، الله رب، هو خالق وإله، بس رب العالمين يعني بيأدب. كل سلبيات حياتنا سبب رقينا، صدقوا ولا أبالغ. الذي يحصل الآن بالعالم الإسلامي كأنه حرب عالمية ثالثة على المسلمين، ولا أبالغ، حرب عالمية ثالثة على المسلمين. الحرب هي سبب الأشياء الأرضية انتهت. لك وازع داخلي، وين الوازع الداخلي؟ ضمير، وين الضمير؟ حتى القيم التي تطرح بالعالم كله الأرضية بس سقطت واحدة واحدة، لم يبقى إلا الإيمان بالله. مؤمن بالله، استقيم على أمره، تعمل عمل صالح بيحفظك. كأنه الخمسين سنة الماضية كل القيم الأرضية سقطت. أعني ما أقوله، كل كلمة دقيقة جدا. القيم الأرضية التي اخترعها الإنسان، هذه القيم سقطت سقوطا ذريعا. لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الله عز وجل وصف هذه الأمة بالخيرية. كنتم، معنى كنتم هنا أصبحتم، دقيقة الفكرة، كنتم خير أمة بهذه الرسالة التي خصها الله للأمة العربية، بهذه الرسالة أصبحتم أيها العرب خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية ما خصائصها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف، كلمة معروف عميقة جدا، تعرفه النفوس ابتداء. يعني إنسان ما سمع درس دين بحياته ولا محاضرة إطلاقا، بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء، دخل للبيت الساعة واحدة، أمه قالت له أريد هذا الدواء، الله يرضى عليك الدواء، قال له كله مسكر، سكتت. لكنه يعلم في خمس صيدليات مناوبة، معه سيارة، ما بينام مرتاح هاي الفترة. لو ذهب افتراضاً الدواء مفقود، طاف على خمس صيدليات والدواء غير موجود، أمه بالحالتين لم تأخذ الدواء، بس بالمرة الثانية بينام مرتاح. هي الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كيف بكم الآن إذا لم تأمروا بالمعروف، أعوذ بالله، ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أو كائن ذلك، يعني معقول؟ هذا عصر الصحابة، عصر المبادئ والقيم. قال وأشد منه سيكون،
قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ يعني عدد كبير من الأسر لا تصلي بابا تنشمس بعدها بيأخذوا اسمك أبدا. وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. لا شيء حالة صعبة الآن. وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أخطر عصر عصر تبدل القيم. المتفلت له مكانة اجتماعية كذا سبور عفوا البنت سافرة كل مفاتن كل مفاتنها ظاهرة هي سبور مو عاصية سبور يعني يعني في حوالي 20-30 مصطلح إن شاء الله بقولكم ياهن. أكبر المعاصي إلى اسم آخر. سيدنا عمر أدخل شاعر السجن لأنه قال بيت يعد أهجى بيت قالته العرب. أدخل صاحبه السجن زبرقان. شو قال؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. هذا شعار كل إنسان الآن عنده بيت ودخل معقول وزوجة وسيارة ويوم الجمعة بسيران بنزهة والناس ميتة من جوعة. والله لما إنسان بيتابع الأخبار بيشوف هالنساء المحجبات يركضن خوفا من القتل لازم تتعاطف معهن. تتعاطف لأنه الأمة واحدة. يعني بقى كلام الناس الآن عليك بنفسك ما دام لك دخل وفير وبيت كبير واسع تملكه وزوجة تروق لك وأولاد دعك من الناس يا أخي دعك من أي عمل صالح وارأف بنفسك. هذا الواقع. الواقع مر. نحن الآن مليارين مسلم ولن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. هذا كلام النبي مو من عنده مو من تصوره وحي يوحى. مليارين مسلم في 5 عواصم مشكلة كبيرة جدا. وين وعود الله بالنصر؟ الله عز وجل بينصر بالتمام والكمال بيعالج. فأنت لازم تعرف. بس أنا أطمن الإخوة الحاضرين في عنا إسلامين إسلام فردي وإسلام جماعي. أنت كفرد مكلف بثلاث دوائر أو تملك القرار بثلاث دوائر. قرار بنفسك فيك تصلي أو ما تصلي تطلق بصرك بالحرام أو تغض بصرك تتحرى الحلال بالكسب أو ما تتحرى الحلال ما بهم. فأنت دائرة وبيتك دائرة في شاشة مفتوحة في شاشة مضبوطة في سهرات مضبوطة ما في اختلاط في سهرات في اختلاط. فأنت الأمر لك بالبيت الأمر لك مع نفسك والأمر لك بالبيت ولك بعملك. فإذا أقمت أمر الله فيما تملك كفاك ما لا تملك. أنت محاسب عن 3 دوائر. أنت دائرة بيتك دائرة عملك دائرة. فإذا أقمت أمر الله فيما تملك كفاك ما لا تملك. لا تحاسب عن فساد عام بالأرض ما له علاقة. أنت وين لك قرار وين في تقول لا ببيتك هي ما بصير. أنت دائرة فيك تصلي أو ما تصلي فيك تكون صادق أو غير صادق فيك تبيع بيعة حلال أو بيعة حرام. وعملك دائرة. أنت دائرة بيتك دائرة
عملك دائري، فإذا أقمت أمر الله فيما تملك كفاك ما لا تملك. ما أنا بتعاطف مع الأمة، أحياناً بساعد، بلقي درس، بدفع صدقة، بعاون يتيم، الأعمال صالحة. أما كمسؤولية جزائية، كمسؤولية جزائية تحاسب عن نفسك وعن بيتك وعن عملك. أما أنت كمؤمن تتعاطف مع أصحاب المصائب كلها، وقد تخففها عنهم، وقد تنفق مالك من أجلهم، بس كل هذه أشياء من عملك الصالح عند الله عز وجل. أما كمسؤولية جزائية أنت محاسب عن دائرة لك فيها القرار، فأنت دائرة، بيتك دائرة، عملك دائرة. الحديث الثاني، هذاك الأول، جاء فتى من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي المؤمنين أفضل؟ من أفضل المؤمنين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس، أذكى يعني؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم استعدادا له. ثم سكت الفتى، فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن، أعوذ بالله أن تدركوهن. دققوا الآن، لم تظهر الفاحشة، يعني الزنا هنا، في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. مرة أنفلونزا الطيور، مرة أنفلونزا الخنازير، مرة الإيدز، والآن كورونا. شيء واضح كالشمس تماما، كلها أمراض لم تكن معروفة من قبل. هذه أول علامة من علامات اقتراب الساعة. إذن في شيء خاص، في قفزة نوعية بالمعاصي والآثام. هلا كلمة عادي، يعني المعصية الكبيرة عادي، كلمة وضعها إبليس. شو معنى عادي؟ يعني تفعلها، أنت معك منهج، معك تعليمات الصانع، خالق الأكوان منعك من الزنا. عادي كلمة خبيثة جدا جدا جدا، يعني بيرتكب أكبر معصية مرتاح. ولم ينقص المكيال والميزان، الكلمات هي تعني مطلق الغش. في غش بالمكيال، في غش بالأوزان، في غش بالأطوال، في غش بالمساحات، في غش بالسعر، في غش بتغيير الصفات. تشتري بضاعة من الصين وتطلب منهم رسمياً يكتبوا Made in Germany، بيعطوك إياها رأساً، بتبيعها أمام الناس ألمانية بخمس أضعاف، وهي شغل الصين. أخواننا الكرام، بيظنوا الناس الدين بالمساجد، الدين بالعمل، بضاعة مسرطنة، مسموح بالمواد المسرطنة 3 بالألف، معمل غذائي عملهم 3 بالمئة، السرطان مضاعف 10 أضعاف. حتى يضمن بيع البضاعة هي بيرفع بنزوات الصوديوم. الله كبير، الدين مو بالجامع، بمعملك. يعني في بضاعة انتهى مفعولة، بيصنعوها تصنيع، ما بقى في، شوف تاريخ الانتهاء، أكثر البضائع المعلبة في تاريخ الانتهاء، يعني عنده كمية كبيرة ما انباعت، عوض ما يتلفها بيحولها للصناعة. الطفل معه 10 ليرات ثمن سندويشة، بتعطيه مواد كلها مسرطنة، ابن الناس
الله كبير. الدين مو بالصلاة فقط، الدين داخل بكل تفاصيل حياتك، داخل من أخص خصوصيات حياتك، من العلاقات الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. دخلك حلال، البيع حلال، السهرة حلال، النزهة حلال، الصيفية حلال، اختلاط. يعني خذ ألف بيت بأي عاصمة عربية إسلامية، ألف بيت ما في زنا طبعاً، ولا في خمر ولا في قتل، بس في مليون معصية، شاشة معصية، إذا ما انضبطت ما في توبة بالبيت. شيء الشاب يصل إليه بعد 20 عام يراه بتفاصيله المقززة، الآن شاشة خطيرة جداً الآن. نصيحة لوجه الله، 3 شاشات: شاشة الحائط، وشاشة الأيباد، وشاشة الهاتف، إذا ما انضبطوا هالثلاثة توبة ما في بالبيت، مو من الصغار، من أعلى واحد ونازل. هي حقيقة مرة، لكنها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. لما تنضبط أمورك ينشأ لك مع الله خط ساخن، فيك تصلي وتبكي بالصلاة، الخط سالك. في معصية، يعني مثلاً أضرب أنا مثل، يعني بائع أقمشة، جاءته امرأة وضيئة ملأ عينه من محاسنها، ما سوى شيء، أذن الظهر راح ليصلي، في معه مع الله خط ساخن لما بينقطع الخط. هي أبسط شيء، إذا أبصر امرأة حسناء ملأ عينه من محاسنها، ما بقى في ينعقد له مع الله صلة. أو أعد بيتك، في بيت مواجهك وفي شرفة، في امرأة خرجت إلى الشرفة بثياب متبذلة، وإذا أنت ملأت عينك من محاسنها ما في قوة بالأرض تكشف ذلك، لكنك مؤمن. دققوا بالحديث: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. والله حديث بأدق التفاصيل. ولم ينقص المكيال والميزان، يعني بيكون بضاعة غالية جداً بكل غلاف، الوزن ثلثه غلاف، أنت بعت البضاعة صار الغلاف ثمنه بأغلى سعر، أيام الغلاف مدروس، يعني له وزن، بيحطوا مادة معينة ثقيلة بالغلاف، فأنت بعت شيء غالي جداً أما غلافه انباع بنفس السعر، وبعد حالك ذكي، لا مالك ذكي، مع الله ما في ذكي إخواننا الكرام، مع الله في مستقيم فقط، ينفع مع الله أن تكون مستقيماً، أما ذكي. ولم ينقص المكيال والميزان، هذا اسمه الغش، يعني أيام يكون في متر يعني كطرفة، ببيع القماش قد ما بيشده كاد يتمزق بالبيع، بيشتري بقماش عامل قوس، يعني المتر متر وشوي، بالشراء بالقماش عامل قوس، بالبيع مشدود، ما لك موضوعي أنت. الموضوعية قيمة أخلاقية وقيمة علمية. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. السلطان سلطان، إذا في استقامة مكبوح السلطان، إذا ما في استقامة بيقول افعل ما تريد مع الناس. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا،
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، دققوا، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. والله في كلمات مؤلمة جدا. في حروب سابقة انتقل للغرب حجم مالي يفوق حد الخيال من الشرق للغرب، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. الآن وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هلأ الخمسين سنة الماضية البأس بيننا، البأس بيننا، الغرب مرتاح يتفرج علينا، دماء قتلى بالملايين. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي عليه أتم الصلاة والسلام. لكن بدي أقول كلمة دقيقة مشجعة. نحن في عنا إسلامين، لم واحد اثنين، واحد فردي واحد جماعي. الفردي ثلاث دوائر ذكرتها قبل قليل، أنت دائرة فيك تصلي أو ما تصلي، فيك تطلق بصرك أو تغض بصرك، فيك تتحرى الحلال أو تأكل حرام، أنت حر. شوف، أنت حر افعل ما تشاء، لكن لست حرا في تلقي النتائج. واضح تمام؟ أنت حر افعل ما تشاء، إن فعلت الشيء الذي لا يرضي الله لست حرا في قبول النتائج. يعني واحد قال لك أنا ما بحاجة للمكبح، أم لغاه بالسيارة، ما بحاجة له، هي صنعت للمشي، نازل بنزلة قوية بعدين في منعطف حاد انتهى راح. شيء دقيق جدا. دائما وأبدا في 8 مليارات إنسان بالأرض فيهم واحد بيحب الفقر؟ اترك المسلمين، 8 مليارات إنسان بالأرض في إنسان بيحب الفقر، القهر، المرض؟ أبدا. في إنسان ما بيحب يكون صحيح جسم، بيته واسع، زوجته كما يتمنى، أولاده أبرار، كلياتنا إيجابيات الحياة تحتاج إلى انضباط. استقيموا ولن تحصوا. في يعني واحد الله يصلحه فهم الحديث بمعنى آخر، لن تحصوا الاستقامة، صعبة عليك الاستقامة. وين أين قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ تناقضت معي، بس هي لن تحصوا خيرات الاستقامة. يا ترى راحة نفسية، توفيق بعملك، بيتك ناجح، بعملك ناجح، عندك تفاؤل، عندك مكانة، والله لا 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 أبالغ. استقيموا ولن تحصوا، المفعول به المحذوف يقدر نتائج الاستقامة الصالحة.